عايز اسال حضرتك برضو عن علاقتك بكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، والامكانيات اللي موجوده، وكابتن خالد بيبو هو حلقه دايما الوصل مع مجلس الاداره، الدعم الكبير اللي بيعمله مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود خطيب لقطاع الناشئين، وحاطط امال كبيره على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وايضا في مستر بروكيتش. العلاقه ما بين مستر بروكيتش وكابتن خالد بيبو؟ طبعا طبعا للكابتن خالد بيبو طبعا كل احترام، وكابتن خالد بيبو على عاتقه كل الحاجات، يعني حاجات كتير جدا، حاجات اداريه وحاجات كتير بيحلها، وانا كمدير فني للقطاع انا بحل بس الحاجات الفنيه، لكن بقيه الحاجات كلها بتبقى على عاتق كابتن خالد بيبو. وطبعا كابتن خالد كلاعب كان لعيب كبير طبعا في النادي الاهلي، هو برضه ساعات بيحب يتكلم معاه في الحاجات الفنيه وبيحب يسمع رايه، وطبعا احب اشكره من القناه، واتمنى له ان هو يكون صبور، واتمنى له يعني التوفيق دائما ان شاء الله. وهي دي دايما الروح الطيبه والروح الجيده اللي موجوده دايما في بين المدربين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وحلوه قوي حته التنسيق. كابتن خالد بيبو هو المختص بالامور الاداريه كلها، وتسهيلها لمستر بروكيتش المختص بالامور الفنيه.